خط الهجوم صداع عند جمهور النادي الاهلي. يا ترى يا هل ترى حد يقول لك في اليمين بيرسي وفي القلب وسام وفي الشمال حسين، حد يقول لك في اليمين طاهر وفي القلب وسام وفي الشمال رضا سليم، حد يقول لك في اليمين عمر كمال وفي القلب وسام وفي الشمال حسين او رضا سليم. احكي لي لو انت مدرب هتفكر ازاي؟ سيناريو المباراة يكون عامل ازاي؟ نعم، انت هتعمل ضغط عالي وهستخدم مين في الضغط العالي ومين قوي في ان هو يقدر يستخلص لك الكورة، خاصة احنا في الضغط طريقة اللعب بتتغير ل 4 4 2 وبتطلع بوسام لما يكون موجود مع مين في نص الملعب؟ حضرتك قلت لي مين في نص الملعب تاني؟ عندك إمام. لا إمام، هو بيطلع هو وإمام عشان الأربعة يبقوا فلات في ظهرهم وتحاول تعمل ضغط عالي عشان استخلاص الكورة، هو الصداع بس. هو مين الأجهز؟ يمكن إحنا عشان ما لعبناش عدد ماتشات كتير. نعم. فما شفناش مين الأجهز، يعني بيرسي تاو لعب كويس وهتيجي وقت تقول إن هو برضه مش بيرسي تاو بتاع السنة اللي فاتت. ده صحيح. طاهر مش هقول ان هو فاجئك، طاهر كان عنده المستويات دي خاصة في الماتشات الكبيرة. طاهر حاجة جميلة بصراحة. لعبت راس حرب أدى، لعب جناح أدى. ودايماً يا كابتن عماد لما أسأل يقول لك أحسن واحد بيتمرن في دي الفريق. أهم شيء في لعيب الكورة. نعم. أهم شيء في لعيب الكورة. عمر تمرينه يلعب، يتشال بره القايمة، يبقى أساسي، يبقى احتياطي، يبقى بديل ثلاث دقايق. ما يسافرش مع الفرقة يقول لك تمرينه لعيب بروفيشنال 100%. أهم شيء في لعيب الكورة. مش هقول برضو الاجهز والبدايل ومستر كولر بيفكر في المباراه ازاي؟ عماد النحاس هشتغل الاهلي بكره، هشتغل على تحولات. نعم. كلهم يأدوا. نعم. هيبقى فارق بس هشتغل ما بين الخطوط، يبقى انت عايز حسين رقم واحد ماشي وبيرسي تاو وبيرسي اشتغل جناحين وجري وعايز حد لو في مساحات يقدر يروح ويرجع ومراوغات واحد ضد واحد رضا سليم وعنده سرعات وهكذا طاهر. مين يشتغل على الجون افضل في الفينش مع وسام؟ لو وسام في رقابه، واحنا بنتكلم على دايما على فرقه العين في الفتره الاخيره. نعم. ان من اضعف الخطوط بالارقام بتقول ان خط الدفاع. نعم. لو انت ما استغلتش الكلام ده، لكن ما ينفعش ان انا اقول ان انا هلعب على نقطه ضعف وانسى نقطه القوه. نعم. فلازم التوازن بيكون موجود يعني. مين حالته النفسيه يقدر هيديلك ويديلك كام وقت؟ ومين من اللعيبه يا كابتن زي ما كنا بنتكلم على قفشه، مين بيبقى عنده حاله الرضا وهو قاعد؟ نعم. لما ينزل يعمل لك فرق. لكن هو قاعد هو كان حاسس باللي احنا بنقول عليها مش موجود عند قفشه، ان انا زعلان، ان انا عايز ابتدي، وان انا لو ما بداتش ممكن تاخد من التفكير اللي عندي. كل ده برضو في دماغ المدرب. فاكيد مستر كولر مع الاجتماعات اللي بتحصل مع اهميه المباراه بيوصل كل اللعيبه لحاله الرضا دي. ما خدتش منك اجابه، لكن اجابه نفس التشكيل كولر، نفس التشكيل وسام، نفس التشكيل الماتش اللي فات وسام طاهر حسين الشحات. طيب.